عانى العراق خلال السنوات الأخيرة من مشاكل كثيرة ألقت بظلالها على كافة تفاصيل الحياة فيه، وكانت الضحية الأولى هو المواطن البسيط. لكن الرغبة بإصلاح الوضع العام والسير في عملية التغيير الإيجابي دفعت كثيراً من العراقيين لدخول ميدان الخدمة الاجتماعية والتطوع مع منظمات المجتمع المدني من أجل مد يد العون لمواطنيهم. تفتقر العديد من المحافظات في جميع أنحاء العراق إلى التواصل بين الحكومة المحلية والمجموعات التطوعية، وذلك يسبب انخفاض مستوى تقديم الخدمات. كان هذا هو الهدف الرئيسي لإنشاء مجموعات المساءلة الاجتماعية SAG لإعادة التواصل بين الفئات الاجتماعية والحكومات. استناداً إلى معايير الاختيار، تهدف مجموعات المساءلة الاجتماعية إلى أن تكون متنوعة لتشمل النساء والشباب والأقليات والمهمشين. يعني برنامج تكامل جاء بوقت جداً مناسب، لأن المدينة هي كانت عرضت الأزمة، تهجير قسري وأزمة، وموضوع كان جدا قاسي. المحافظة بحاجة لكثير من الجهد، لكثير من العمل، فبالتالي راح نأمل من فريق المساءلة المجتمعية في محافظة نينوى أن يبذل جهود كبيرة في سبيل رصد حاجات الناس ورصد حاجات المجتمع في محافظة نينوى. وفي مقدمة القضايا التي ركزت عليها هذه الورش التدريبية موضوع الرقابة وأهميتها في الحياة العامة. الفريق المساعدة المجتمعية راح يختص بتحسين الأداء الحكومي فيما يخص النفايات الصليبة وخدمة المياه. وعمل الفريق على إقامة دورات تدريبية عن كيفية كتابة الاستبيانات التي تهتم بقياس الرأي العام ورصد المشاكل التي يعانيها المجتمع بغرض تقديمها للحكومة المحلية للعمل على حلها. في نهاية الورشة تم الاتفاق على توحيد الاستبيانات من أجل الخروج باستبيان موحد، وفي المرحلة الثانية راح تكون الدور الفرق التطوعية في متابعة الإجراءات اللي تقوم بها الحكومة المحلية من أجل تلبية احتياجات المواطن. لمشروع تكامل الدور الكبير بإعداد الفرق اللي نزلت الشارع من خلال إعداد الورش التدريبية، تدريب رؤساء الفرق، بالتالي رؤساء الفرق اجتمعت مع فرقها ونقلت لهم الصورة. ذلك إثر العديد من الجولات التي شملت مناطق متعددة في المحافظة، تواصل من خلالها أعضاء الفرق التطوعية مع الناس في المنازل والأماكن العامة. أتصور شغلة كلش حلوة، أنه المواطن يحس أنه رأيه مأخوذ به، أنه شخص تجي تطرح عليه أنه شنو مشكلتك وشلون نعالجه، يحب هذا الشيء المواطن. تدربنا على تدريبات كثيرة، ورش عمل كثيرة، وطلعنا باستبيانات، دخلنا إلهم إلى داخل البيوت وعرفنا رأيهم. بعد تجميع المعلومات من المواطنين انه طرق الابواب شارع شارع بيت بيت سويناها، انه راح نجمع المعلومات، نجمع هاي المعلومات ويصير تحليل البيانات، وايضا ترفق وياها مقترحات. ويأمل العراقيون بان يستمر التواصل بين الفئات الاجتماعية والحكومات المحلية سعيا نحو غد افضل واكثر استقرارا للعراقيين، وهو ما يعمل على تحقيقه مشروع تكامل بالتعاون مع العشرات من منظمات المجتمع المدني والناشطين في العراق.